السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في شهيوة جديدة من شهيوات كريم كويسون ديال جودة. كيف ما عودتكم كنجيب لكم الوصفات السهلة لذيذة واللي ما كتاخدش لكم الوقت. وصفتنا اليوم لازانيا بالكفتة. هاد الطبق تقدروا تقدموه كطبق رئيسي في المائدة الرمضانية ديالكم باش كتبدلوا به شوية. غادي نحتاجوا اللازانيا اللي ما غاديش نسلقوها في الماء، بصلة، الجبن اللي كيكون محكوك، الصلصة ديال الطماطم اللي كتكون جاهزة، عندنا الكفتة. وبالنسبة للمنسمات فانتوما ديروا اللي بغيتوا. انا هنايا درت الريحان، الزعتر ولوريغو. غادي نديروا مليحة، البزار، شوية ديال الثومة، السكر باش كيهرس لنا الحموضة ديال المطيشة، عندنا الزبدة، الزيت البلدية. وباش نبننوا الوصفة ديالنا غنستعملوا لا كريم كويسون ديال الجودة في بلاصة لا بيشاميل. اول حاجة غنبداو بها غنقطعوا البصلة ديالنا. هنايا انا غنقطعها شرائح صغار، العافية تكون متوسطة. غادي ندير زويتة بلدية. دابا غندوزو نديرو البصلة. قبل ما تسخن الزيت نحركو البصلة، نخليوها حتى يدخلها الطياب ونزيدو عليها الثومة. ملي كتكون البصلة هكا شفافة كنزيد الثومة وكنبداو هكا نشحروها. البصلة ديالنا بدات كطيب، غادي ندوز دابا ونزيد الكفتة. الكمية ديال الكفتة على حسب أفراد العائلة. الكفتة طابت، دابا غنزيدو الأعشاب المنسمة، شوية من كل حاجة، الملحة، البزار، نخلطو. ودابا غادي نزيدو صلصة الطماطم اللي عندنا جاهزة، نخليوهم على عافية اللي مهيلة تقريبا واحد 7 ديال الدقائق ونطفيو عليها. غنخلطو المكونات ديالنا وغادي نزيد واحد شوية ديال السكر، جوج طوبات صغار. دازت 7 دقائق ودابا غادي ندوزو في المونتاج ديال لازانيا. دابا غادي ندوز ناخذ لومول اللي غنديرو فيه لازانيا ديالنا. غادي ناخذ واحد المورتو ديال الزبدة باش ندهنو لومول ديالنا. دهنا لومول، دابا غادي نبداو في المونتاج. غادي ناخذ شويه من الخليط ديال الكفته. دابا غادي نزيدو لا كريم كويسون ديال الجوده. دابا غادي ندوزو نزيدو الشرائح ديال لازانيا. اخر طبقه ديال الخليط ديال الكفته غادي نزيدوها، ناخذ لا كريم ديالنا. اخر حاجه غادي نزيدوها هي الفرماج. ودابا باش نضمنوا ان اللازانيا ديالنا غادي تطيب، غادي نغطوها بالبابي كويسون، بابي الومنيوم، وندخلوها للفران. دابا غندخلوها للفران 30 دقيقه 160 درجه. الوصفه ديالنا وجدات، كتجي لذيذه بزاف. ما تنساوش تجربوها بصحه وراحه.